مدام انت ام كلاي كلاي بي جي اللي غني راب عرفوه، كنت تحكي لنا البارح شنو اللي صار بالضبط؟ انا البارح خرجت نقضي مع حكايه الاول، ما قعدتش برشا، حكايه درجين هكاك ورجعت للدار، نلقى زوز رجال واقفين تحت الحيط بعد الباب الشارع. انا وصلت باش ندخلوا، السلام السلام، سلموا عليا، سلمت عليهم، معناها ناس سلام عادي، فهمتني؟ قال لي يا حاجه انت ام احمد؟ قلت له انا ايه. قال لي نبه على ولدك باش يبعد، معناها مش الشيء اللي يعمل فيه. قلت له انا شنو الشيء اللي يعمل فيه؟ قال لي الغناء اللي غني فيه. قلت له معناها يبطل الغناء؟ قال لي لا، احنا ما قلناش يبطل الغناء، اما يبدو من البوليتيك، وراو في بالنا بيك اللي انت خبت النهضه، ولذا نبه عليه وانصح ولدك، راهو ولدك ماشي في طريق خايبه، ونعرفوا شكون اللي داير بيه وشكون اللي غارين بيه. قلت له انا شكون اللي غار بيه؟ قال لي بن درمان وهيثم المكي، راهو ما يدمولوش، احنا رانا جيناك وعندنا معلومه عليه اللي هو وليد يتيم، ولذا قل له يبعدوا، راهو ما يسد عليه حتى حد. قلت له انا ولدي راهو ما ينتمي حتى حزب، وشفتوه، قلت له كان شفتوش البرنامج؟ قال لي شفناه. معناها نحكي على برنامج كلام الناس اللي هو برنامج كلام الناس، وقت اللي قال اللي الناس الكل شكارة والبحر. به مدام نحب نسألك، معناتها أول مرة تصير الحكاية هذي؟ أول مرة. العباد اللي هما جاوك البارح، ما عندك حتى فكرة على شنية طبيعتهم، شنو ينجموا يكونوا موجودين في الحومة ولاد حومة ما همش ولاد حومة؟ لا، كان جاوا ولاد حومة راني نعرفهم حتى بالوجه، وناس معناها متخلقين سلموا عليا وبالسياسه كلموني، معناها فهمتني؟ اي باش انا معناها نقنع ولدي باش يبعد على الغناء، معناها اللي يتكلم فيه. قلت لهم راني انا من جملتها، قلت لهم راني انا نصحته، وقلت له يا وليدي فك علينا، يا وليدي ابعدك. قال لي يا امي بالكش نتكلم انا في الغلط. قلت له وليدي ماكش تتكلم في الغلط، اما شي يهمنا يا وليدي في العباد؟ قال لي يا امي راهو اللي يسكت على الحق شيطان اخر. هذايا معناتها احمد كي جبت معاه انت الموضوع، كلاي كي جبت معاه الموضوع، ديما نجبدلو قبل ما يجيوني الناس هذوما، ديما نقول له يا احمد ابعدنا، يعيش ولدي ابعدنا. يقول لي يا امي بالك انا غلط، نقول له صحيح ماكش غلط، اما اخويا شي يهمنا زايدين ما يهمنا في حتى شيء، ابعدنا. يقول لي امي اللي يسكت على الحق شيطان اقرص، ديما كلمته. به مدام بعد ما صارت الحكايه هذه، تحس اللي انت اليوم ولا انت ولا ولدك ماكمش محميين؟ ولدي ما هوش محمي، انا الحمد لله ولدي ما هوش محمي. شكيت شي خممت شي انك تشكي؟ توجهت شي معناتها على اساس انك تشكي بعد ما صارت الحادثه هذه البارح؟ تو هذوما ناس انا ما نعرفهمش، بشكون باش نشكي؟ ناس ما نعرفهمش.